السلام عليكم. بعدا هي الاولى اخويا، حنا تنديروا هادشي ديال التكرورس، وبالنسبه لهادشي ديال الخضره غلا بزاف، تنطلبوا من اخ نو سيدي معنا شي حل. كاك حنا هادشي ديال الكروسه، اقسم لك يا من الكروسه كنا تنديوها نخرجوها للباب مصار ديال بالكفاف، درك على الدين عا كفه وحده راه حد ما يقولها لحد. انت السيد مولف تيخرج هاد الكروسه عامره اليوم غادي يعب كفه وحده. تنطلبوا من سي اخ نو سيدي معنا شي حل، ويشوف من حال الدرويش، راه حال الدرويش، راه الدرويش مسكين ما بقاش ليه فين يعيس. ونطلبوا من الله يرزقنا الغيث، اللهم لا تزعلنا من القانتين يا رب. قول لي تقريبا شحال من عام وانت كتمارس هذه هاد الكروسه؟ دروك سي 3 سنين ونص وانا تنمارسها. تنخدمها منين كانت عندي 14 عام، دروك عندي 19 عام ونص. كتعاون والديك؟ نعاون الوالد ديالي، الوالده ديالي، حتى هما ما بحالهم في الدراويس، هذاك السي ما كان اخوه. ونطلبوا من السي خنو سيدي معنا السي حل ويشوف من حال الدرويس، راه الدرويس مسكين راه تقرا ما بقاش ليه فين يعيس. بحال نسبه الزيت اللي كانت دايره 240 درك ولات دايره 440، زادت 10 دراهم. ونطلبوا من السي خنو سيدي معنا السي حل لوصا. إلا ما صورتي والو في النهار شنو كدير؟ وبعض المرات إلا ما صورت السي حازة تنبيع الملحة، بعض المرات إلا ما صورت في الكروسة تندير الكفاف. كل انا غادي على السوق وصا، هاد السي ما كان اخو. نهار لما صورتي والو؟ انا ما صورت والو خويا، تنقول الحمد لله نمشي نركب ونمشي لدارنا، هاد السي ما كان. المهم على الحق لدارنا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا. ديالك من ما كتدخل ولا شنو تيقولوا لك؟ تا هما مساكن تيبقى فيهم الحال، تيقول لك هاد السي تزاد، هاد السي يقوى علينا، هاد السي غلى علينا. وما عندنا كنا عكارين اخويا، كارين 30000، خصنا في الصال نحطوا 30000 و 4000 ريال ديال الماء والضو. هاد السي ما كان اخويا. يعني في ظل هاد الازمه هادي وهاد الغلاء، كيفاش كدير كتامن القوت اليومي ديالكم؟ اخويا حنا تنزيو التمنين، تنزيو تنبداو نطلبوا صيدا ربي والكمان على الله، هاد السي هو ما كاين. كتخدم غير في السوق ولا في الاسواق؟ تنخدم اليوم الاربعاء، السبت عين عوده، ثلاث سيدي حيا، حنا غاديين مع الاسبوع وصافي. الحد ديال الصخيره حتى هو تنمشي ليه انا والدراري صحابي. كيفاش كتنقل من مدينه لمدينه، من بلاصه من سوق لسوق وانت غير بالكروسه؟ بالنسبه للكروسه تنصيفطها مع واحد السيد عنده الكميه كبير، وبالنسبه ليا انا منين كان هذاك الساعه رخا كنا تنمشيو في الطاكسي. دروك اخويا منين ولا الغلا ولينا بعض المرات تنمشيو في الطوبيس، بعض المرات تنمشيو سالتين فيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.